السلام عليكم متابعين موقع الطنجاي، مرحبا بكم في فيديو جديد بشي حاجه جديده. الا بغيتي تجي لطنجه وتسرى باقل تكلفه هذا هو فيديو عيهمك. اول حاجه اللي غنبداو بها شنو هي؟ هي فطور. يلا نفطروا بعدا هي الاولانيه. من ناحيه الفطور كاينه بزاف د المواطن مزيونين في طنجه تقدر تفطر فيهم. بحال هنايا نقدروا نطلعوا على قصبه، من بعد القصبه نمشيو للحافه واللي عندنا فطور ابتداء 15 درهم. احسن منظر، احسن دكه، احسن مطاح في العالم. تخيل معايا تكون جالس كتشوف موج قدامك، اسبانيا حتى هي واحد المنظر ماشي عادي. الناس طنجه تقريبا كتعجبهم هاد المطاح. احسن سينا اللي كتفرج في هاد الفيديو هذا تلاقي ديك صاحبك اللي كتمشيو معاه بعطيتكم وعندكم نفس الافكار. هذه القهوه اللي تقدر تقهوى هنايا شعبيه ولكن كيبقى منظر كلاسيك. ملي كيجيك الجوع كتبغي تتغدى وبغيتي تدور في احسن سوق في العالم، هي كتعاود كاسا براطا عندهم متشو. نقدر نقول لك هذا المطاح الوحيد اللي في طنجه يكون عندك ولا ما يكونش عندك. عاد جينا هاد البلاصه وعاد تاكل وهنا واحد الجلسه اللي الصراحه مزيونه. سبحان الله اللي كتكون هاد حال هذا كتجبر كلشي كيمكن من بعضيه وكلشي كيتعاون مع بعضيه. الله على بيساره، هادي بيسار مشاحر زيد العود كوميرس خو. انا عارف غادي تقول لي اخي ابراهيم فين ما مشيتي كتجيب لنا بيسار. كنشاهيكم دائما في واحد الحاجه اللي نقدروا ناكلوها ونستافدوا منها في نفس الوقت ثمن مناسب للجامع واتي اي واحد يقدر يعمله. ودابا غادي نرجعك لمدينه قديمه ونزيدو نكملوا على الجوله ديالنا ونشوفوا الاحباب ونشوفوا الاصدقاء ونشوفوا شنو كاين الجديد هنا. انا دائما معكم كيما نتوما معايا ساريين ضاحكين باقل تكلفه. احسن حاجه هي تلاقى مع المتابعين ديالي، كلشي فرحان كلشي ناشط وهذه هي اهم حاجه. بكل صراحه مدينه قديمة هي اللي كنرتاح فيها، كندور في الحومه ديالي خصوصا بعد الاصلاح ديالنا. صراحة كان ديك الاصلاح في المستوى زاد عطى الجماليه المدينه ديالنا وخصوصا مدينه قديمه هي اللي اهم حاجه. جونا خفيفه ظريفه غير قبلوا عليا وصافي. الله على الحلاوه. خلق في طنجه فربور هادو مجوجين هنايا يعني. هادو واحد الجماليه ديال المدينه مزيونه هنا. وملي كتجي لطنجه ضروري ما كدير سوفونير من اي حاجه، كديها من طنجه كلشي موجود باش كتخلي واحد الذكرى مزيونه في طنجه. عمو ديالي تبارك الله عليك كبتينا مزيان بخير. اي واحد بغى شي حاجه مرحبا به. مرحبا ما عاونك ديال الاجواء في طنجه. الحمد لله كنتلاقى مع الاصدقاء ديالنا الاحباب ديالنا. شكرا منورين تبارك الله. الله يطول عمرك. اي واحد بغى شي حاجه من طنجه مرحبا به. والله العظيم تبارك الله عليك. تبارك الله منور حال طنجه. صورني معاه صورني معاه الله يخلي الصحه. ولا جيتي لطنجة ضروري ما كتشرب نورمال باش كتكمل على الجولة ديالنا. ودابا غنقول لك اجي معايا نشوف واحد المنظر ماشي عادي. اجي 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 هنا كاين واحد المنظر اللي هو مزيون وكتبان طنجة كاملة قدامك خصوصا بلايا مارينا حداك خاطر عينك معاك. بيني وبينك فوقاش ما زرتي المدينة ديالنا في طنجة حتى كنتي كتفرج في هذا الفيديو من حقك تقول لي كيفاش كتجيك هذه المدينة. واش هيدا تكون جديدة ولا تفضل مدينة قديمة كما كانت؟ شوف سبحان الله العادي غير البارح وكانت مرسى هنا. شوف كيفاش زيانة الدنيا دا. قطة شافتني جات لعندي. كاينة شي غدا معاك اليوم ولا والو؟ ما تخافش. قصدي كنت جالسة مالية ما بيا جات تتقم. سبحان الله العظيم كتخرج كتفوج كتكتشف كتلاقى مع الناس جدادين. كاين اللي كتلاقى معاه كينصحك كيعطيك شي نصيحة. سبحان الله العظيم حنا في طنجة بحال العائلة ماشي ضروري يكون كيعرف ولكن تلاقى مع ولاد الناس دور تسارى ما تخاف ما والو حتى واحد ما يهضر معاك. وتحية كبيرة لرجال الأمن تبارك الله عليهم قايمين بالواجب ديالهم. نقدر نقول لك هذا مكان راح تقدر تجي وتشوف كتجبر كلشي كيتأمن وكلشي كيتأمن في المنظر رائع. نقدر نقول لك تبقى جالس نهار كامل هنايا والله ما تشبع بهاد البلاصة حتى عييتي الجامع كيكون حداك تبارك الله. صلي المغرب ولا العصر ولا الظهر ونزيدك واحد الحاجة من بعد تسارى وتبغي عاود تغدى كاين بعض المواطن اللي هما مزيونين وتستاهل تمشي تاكل فيهم عندهم ماكله نقيه ومزيونه وغنيه عن التعريف. ميمكنش تجي للسوق الداخل ومدينه قديمه ما تزورش ان شاء الله اللي غني عن التعريف. خاو ديري تبارك الله. بارك الله عليك السي ابراهيم كيف انت بخير هانيا ومرحبا بكم عندنا. شنو تقول الناس اللي يجيو من طنجه؟ مرحبا بهم عند شارلي الدجاج كفته وكبده وبروشي دجاج باو لي ساندويتش باو طباصر ومبورتي معاهم اي بغاو. نقولوا الاسئله ابتداء 15 درهم ابتداء 15 درهم وانت طالع. المهم الانسان سمعتي عنده ياكل ما عندوش عليه آه ياكل ان شاء الله. تبارك الله عليك. بارك الله فيك السي ابراهيم. والناس اللي ما بغاتش الساندويتش كاين واحد المطعم زيون في طنجه تقدر تزورو فيه ماكله شعبيه يلا نشوفوها. وهذا مطعم شعبي اللي عندنا معروف في طنجه ما يمكنش تجي لطنجه وما تزورش عنده كلشي ماكله شعبيه وماكله ضد الدار.
يبغى فيديو خاص بمطعم السوسي هو في الوصف. وضروري ما كتجي لطنجة خصك ضروري تحالي كتجي عند الاخ ديالنا. سلام عليكم خاو ديالي كيف سينا مزيان؟ شنو نقولوا للناس اللي غادي يجيو من طنجة؟ مرحبا بهم. وطنجة معروفة بالحلوية النوكا. ونسينا شنو عندك هنايا؟ عندي كلشي هنايا، كاين نوكا، كاين نوازيط، اكاجو، سيزام، زرعة كتان، كاوكاو، زبيبة، كلشي عندي موجود هنايا. مرحبا بك. وشنو الناس اللي كيديو بزاف؟ الناس معروفة كتجي دير طنجة كدي النوكا. النوكا ديال الوز. تبارك الله. معروفة طنجة. سبحان الله العظيم عندنا في طنجة كل ساعة والساعة ديال جو الصباح ماشي هو نص النهار، جو نص النهار ماشي هو العشية، والأجواء الليلية بوحديتها. وهانتوما ضربتو باسيو مع إبراهيم في فطرية اكتشفنا وشفنا الإنسان هو كيتسارى مع بعضيتو. دابا ضروري مندوز ونقيس كاينين شميت الريحة ديالو. أحسن وجبة طنجاوية ممكنش تجي لطنجة وما تاكلش كاينين تي طنجاوي اللي غني عن سعر. يا قطع راسك ديني واحد الدراهم. أنا هو اللي غنتكلم كاينين تي ديالي. شوي دت سمالة. قلت الله الصح. بسم الله. قلت الله الصح. ايو كان يمدي مدافع. وملي كتجي الساعة د العشية طنجة كاملة مزيونة، تقدر تكوز نرميلة، تقدر تمشي لبلاية، تقدر تكوز المرقالة، الشقر ومنار، طنجة كاملة غزالة. نتلاقاو في فيديو ثاني إن شاء الله. سلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.